فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: أنا شاب مستقيم ولله الحمد، ولكن لما دخلت في مواقع التواصل الاجتماعي شعرت بضعف الإيمان، وفي بعض الأحيان أتكلم مع بعض النساء الأجنبيات. سؤاله: ما نصيحتكم لي ولجميع طلاب العلم حول هذه الوسائل؟ أن تتركها، نصيحتنا أن تتركها ما دام فيها هذا الذي ذكرت، اتركها محافظة على دينك. نعم.